في مسار تقدم مستمر، سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على تلة أم الشقيف المشرفة على معامل الشقيف في محور مخيم حندرات شمال حلب. عمليات تم خلالها إيقاع قتلى وجرحى في صفوف التنظيمات الإرهابية. تطورات تتزامن مع متابعة وحدات من الجيش تقدمها واستهدافها لتجمعات الإرهابيين في حيي سليمان الحلبي وبستان الباشا في حلب. عمليات الجيش تستمر على مختلف المحاور مكبدة للإرهابيين خسائر كبيرة. مصدر عسكري أكد أن الطيران الحربي السوري دمر مقرات وآليات للتنظيمات الإرهابية في تل جديد ومعردس وأقبيبات أبو الهدى وتل النصرية وكفر زيتا وخفسين بريف حماه الشمالي. وعلى محور ريف إدلب نفذ الطيران الحربي ضربات على مقار وتحركات المجموعات الإرهابية في التمانعة وشرق خان شيخون والمتوسطة ومعرة النعمان. وفي ريف القنيطرة فجرت وحدة من الجيش عبوة ناسفة بآلية لإرهابي جبهة النصرة على طريق الحرية جبات الخشب شمال القنيطرة. أشهد في الميدان يرسخ الصمود ويؤكد أن الغزاة لن يمر من هنا. في دير الزور اقتحمت وحدات من الجيش تلة أم عبود باتجاه الجنوب الغربي للمدينة واستعادت السيطرة عليها بالكامل وقضت على عدد من إرهابيي داعش، فيما دمر سلاح المدفعية 5 آليات للإرهابيين وقضى على جميع من فيها في مزارع البانوراما. في حين صد الجيش هجوما لإرهابيي داعش على منطقة المقابر وحي العرفي وأوقع في صفوفهم قتلى